السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكون تعجبكم الوصفات اللي نحطهم لكم وتستفادوا منها. اليوم جبت لكم ماسك ومقشر في آن واحد، يعني راح تستفادوا منه الاثنين. تقدري تستعمليه للوجه وتقدري تستعمليه للكامل الجسم قبل الدوش تاعك. طبعا قبل ما نبدا الوصفه راح نقول لكم اذا عجبتكم الوصفات اللي نحطهم لكم ديروا لي ابوني وديروا لي جيم هكا باش تستفادوا يلحقكم كامل جديد. اولا كي الماسك تاع اليوم باش نبداو، عندنا قهوه، عندنا قهوه، عندنا سكر، وعندنا زيت الزيتون. راني خلطت هنايا، درت مغرفه قهوه ودرت مغرفه سكر نفس الشيء. وانت كي تحبي ديري بزياده مثلا الجسم تاعك ولا ديري يعني على الكميه اللي ديريها من القهوه ديريها من السكر. وزيت الزيتون، بسم الله، فوالا هذا زيت الزيتون، نخلطوه هكذا. ما راحش ديريه جاري بزاف، لكن ديريه باش يقدر يمشي يعني في الوجه تاعك ويمشي في كامل الجسم تاعك. هذيك الخلطه كيفاش تكون. هذا مقشر، هذا راهو مقشر للوجه ومقشر للجسم، وفي نفس الوقت راهو ماسك، يعني تقدري تستعمليه كماسك. راهو نخلوه 20 دقيقه قبل الاستعمال. انا جربته حسيت بنضاره، يعني مجرب، يعني ما تقوليش واش راح ندير في وجهي، لكن راهو مجرب حسيت بنضاره وتبييض وينحي الجلد الميت في نفس الوقت. يقدر تستعمله الكامل الجسم قبل ما تاخذي الجسم تاخذي الدوش تاعك. راهو طبعا مقشر، يقشر لك الجلد الميت كامل. اليوم حبيت نعطيكم الفايده تاع القهوه تاني باش هكذا تعرفي وعلاش استعملنا القهوه في هذا المقشر. القهوه عندها خصائص فعاله ومضاده للاكسده، تعمل على محافظه على صحه البشره، فوق الصحة البشرة فوق باش تحميها من الشمس الفوق بنفسجية ضارة. وتساعدنا القهوة الخشنة طبعا بتقشير الجسم أو الوجه والتخلص من الشوائب والخلايا والجلد الميت والمتضرر طبعا، للحصول على بشرة متجددة وصحية طبعا. عندك كي تستعمليه لوجهك خلوه هكذا، نخليه انا 20 دقيقه باش نقدر نستعمله في الوجه تاعي ونابليكي على الوجه تاعي وندور على شكل دوائر هكذا باش تقدري تستعمليه. من بعد نخلوه واحد 10 دقائق هكذا الى 20 دقيقه، ومن بعد نبداو نحوه ثاني على شكل دوائر باش يتنحل الجلد الميت ويتقشر كامل. من بعد نشلو وجهنا بالماء الفاتر طبعا. بالنسبه للجسم تاني تحبيت نعطيكم معلومه تاني زياده، انا مانيش بخيله معاكم، ان شاء الله نتوما تاني ما تبخلونيش بليزابوني هكذا خواتاتي. كي تستعمليه للجسم تاعك موراه اللي عندها غسلي جسمك طبعا من بالماء الفاتر باش تهبط بسكوره وفيه زيت الزيتون راهي تلصق في الجسم. كي تنحيه عندك استعملي صابون حجره، اللي عندنا احنا على بالنا بلي كامل عندنا صابون حجره واللي ما عندهاش راهي تشريه، وخاصه المناطق الداكنه اللي عندها كحوليه ولا استعمليها، استعملي فيه صابون حجره. وبالنسبه اللي حبيت نعطيكم ثاني معلومه واحده اخرى بالنسبه للجل دوش، اللي ما عندهاش جل دوش وما تستعملش ما حبتش تستعمل جل دوش، راهي نعطيك صابون دوف بنكهه الجوز الهند، راهو بزاف بزاف رائع وراهو يقعد في الجسم تاعك كرائحه ومعطر. هذا واش عندي لليوم حبيباتي، ان شاء الله تستفادوا من هذا الموضوع تاع اليوم. وراح نجيب لكم ماسكات واحد اخرين للتبييض وراهم بزاف رائعين، وحتى لسقوط الشعر راهو بزاف بزاف فيهم فوائد. ديروا ابوني وديروا جيم وراح تستفادوا معايا، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي. بقاو على خير.